بس نرحب بالنجم وكابتن احمد عبد الفتاح نجم الاهلي السابق. صباح الهنا، صباح النور، صباح النصر، صباح صح الخير. كده؟ صباح الخير نوان، صباح الخير يا كريم، صباح وان الفل يا شاء الله كابتن. صباح الخير على جميع المشاهدين بقدر الله. والحلو بقى ان حضرتك معانا بعد فوز، دي في حد ذاتها حاجه كويسه جدا. الحمد لله، يعني احنا كنا يوم الاربع قلنا عايزين يجي يوم الاحد واحنا منتصرين. الحمد لله شفنا مباراه كمان جميله جدا اداء ونتيجه، دي النقطه المهمه اللي لازم نركز عليها بتهيألي. اولا طبعا الحمد لله، قبل النتيجه الاداء، هي اللي دي مطمن جماهير النادي الاهلي الفتره اللي فاتت. فعلا كان وحشنا اداء النادي الاهلي بالشكل ده، كان وحشنا المكسب بالشكل ده، مش مكسب وخلاص انت فرحانه كسبت، لا، مكسب ونتيجه واداء بالظبط. بتطمن جماهير النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي على الجهاز الفني الجديد، على اللعيبه، الصفقات الجديده، على حاجات كتيره جدا ظهرت الفتره اللي فاتت، فالحمد لله.